انتصف نهار القاهرة. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلي خالد عاشور. أهلا بك عمرو، أهلا بكم مشاهدينا نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وجدد رئيس الوزراء العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة المسيرة التنموية في مختلف المجالات لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصر وشعبها العظيم. أتقدم رئيس الوزراء بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتقدم رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي بخالص التهاني وصادق الأمنيات بدوام الصحة والسعادة، سائلا الله تعالى أن يعيده على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأعرب رئيس مجلس النواب عن التقدير والاعتزاز للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي على الأصعدة كافة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق حياة كريمة. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. أتقدم رئيس مجلس الشيوخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق لمصر مزيدا من التنمية والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا، باذلين من أجله كل غال ونفيس صونا لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وأشار إلى أن الحكومة تحرص على وجه الخصوص على تنظيم برامج وأنشطة ثقافية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة. جاء ذلك خلال استعرض رئيس الوزراء تقريرا أعدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن أداء الوزارة والأنشطة والفعاليات الثقافية التي نظمتها خلال الفترة من أغسطس عام 2022 وحتى فبراير من عام 2023. وأوضحت وزيرة الثقافة من خلال تقريرها أن الوزارة حرصت على تأدية دور بارز في إطار مبادرة حياة كريمة خلال الفترة المذكورة، حيث نفذت أكثر من 1665 فعالية في قرى المبادرة والتي وقعت في نطاق 10 محافظات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات. وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر أعرب مدبولي عن ترحيب مصر بالاستثمارات الإيطالية في مجال الزراعة، مؤكدا أنها تأتي في توقيت مهم للغاية في ضوء استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية متطلبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري. من جانبه أكد السفير الإيطالي أن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في مجال الزراعة لديها خطة للاستثمار في مصر تستهدف زراعة نحو 10,000 فدان من المحاصيل الاستراتيجية. لليوم الخامس على التوالي تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،
وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من السادسة مساء أمس بهدف توفير ممر آمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، حيث سمع دوي قصف مستمر وانفجارات بالمنطقة المحيطة بمقر وزارة الدفاع والمطار وسط الخرطوم. وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استحالة تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية وما حولها، محذرا من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار في حال استمرار الاشتباكات التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 185 شخصا على الأقل ونحو 1800 مصاب. من جانبها جددت الأمم المتحدة دعوتها لحماية المدنيين ووقف استهداف المدارس والمرافق الطبية في خضم استمرار القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، ودعت الأمم المتحدة كافة الأطراف لاحترام القانون الدولي بما في ذلك الالتزام بضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وجميع العاملين في المجال الإنساني. هذا وقد أعلنت اليابان الاستعداد لإجلاء رعاياها من السودان، وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بدء إجراءات إجلاء رعايا اليابان في السودان والذين يبلغ عددهم نحو 60 شخصا بينهم موظفون في السفارة. من ناحية أخرى، أدانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة بشدة الهجوم على موكب تابع للسفارة الأمريكية في السودان داعية لوقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار ووصول المساعدات الإنسانية إلى جانب حماية المدنيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة. أعلنت روسيا أن هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا، وأوضحت الخارجية الروسية أن أوكرانيا والأمم المتحدة تتسببان في عراقيل لعمليات تفتيش السفن التي تنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وكذلك لتسجيل السفن الجديدة. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ألكسندر كوبراكوف اليوم إن عمليات تفتيش السفن تستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب بشأن التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. كما أكد وزير الزراعة الأوكراني أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بولندا عقب التوصل لاتفاقية مع وارسو. عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تواصل مع مدير الأمن عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه في شأن حماية أمن وسلامة المواطنين. قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات وحالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وتابع سيادته مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ووجه إلى مواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد على الوجه الحضاري للبلاد. كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. وأشار الوزير إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات
بما يعكس الأداء الأمني المتميز للشرطة. ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية. وأكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تطلع بها وزارة الداخلية. شهدت حديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر حفل إفطار تحت عنوان الناس الحلوة، وهو تحت إشراف مبادرتي مصر تستطيع وعظماء مصر بالتعاون مع دليل الخير. الحفل احتضن حوالي 600 فرد من ذوي الهمم وكبار السن والأيتام. الناس الحلوة اسم لمبادرة في حب مصر والمصريين، احتضنت حوالي 600 فرد من ذوي الهمم على هامش حفل إفطار جماعي خلال أواخر شهر رمضان المبارك داخل حديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر. الناس دي يعني تاج على رأسنا ومخليانا في حالة إيجابية جميلة جدا وبتحسسنا إن الدنيا لسه بخير. وحظي الحفل بحضور فئات عمرية مختلفة من ذوي الهمم بالإضافة إلى أسر الشهداء والأيتام. أحلى حاجة كان عجبني في التجمع في الطار الجمال اللي هو بقى يكون فيه بشوف فيه بقى أصحابي بقى وكل أصحابي مع بعض يلعبوا مع بعض يغنوا كده حاجات ترفيهية في الفطار يعني. يوم جميل. كان يوم جميل جدا. اليوم جميل يعني يوم جماعي وكمان يعني الاهتمام كويس قوي يعني حضرتك. يوم جميل. مش بس يوم مجلم من عايز أذكر قدرات الصحاب همم يجوا يفطروا من أخواتنا وأخواتنا وأخواتنا وصحابنا. وكان لمنتخب مصر لقصار القامة حضور مميز. النهارده في التجمع ده طبعا شعور كويس ان احنا طبعا في حاله اندماج وان احنا مش معزولين عن المجتمع، واحنا طبعا رحبنا بالدعوه عشان كده لبينا الدعوه وجينا وكل اصحابي جايين يعتبر من المحافظات. اما بخصوص المنتخب فاحنا من 5 سنين كوننا المنتخب وعندنا اول بطوله تعتبر رسميه الشهر اللي جاي ان شاء الله في الدار البيضاء في المغرب. المبادرة جاءت تحت إشراف مبادرتي مصر تستطيع وعظماء مصر بالتعاون مع دليل الخير ودعم من قطاع الحدائق المتخصصة بالقاهرة الكبرى. إفطار كبير يعني بيضم كل فئات المجتمع علشان يبقى هم لهم برضو يوم زي ما كل العائلات والأسر المصرية بيبقى عندها خروجات في رمضان بيزوروا الأهالي والعائلات. ناس مهمين في حياتنا، ما أقدرش أقول إنهم ناس مهمين جدا، والناس دي يعني أي حاجة بتتعمل لهم بتقربنا من ربنا أكتر. المجتمع المدني ده ضلع ثالث للقطاع العام وللحكومة وعلينا دور هنتسأل عليه. احنا بنشارك طبعا برسوم بسيطة، في نفس الوقت كمان احنا الحدائق جاهزة والألعاب وكل ده الحقيقة طبعا هيقدم خدمة للأولاد النهاردة بإذن الله. واستمتع الحضور بالأجواء الهادئة والإفطار في رقعة خضراء مميزة وسط أجواء تبعث على الراحة. تبدو السعادة على وجوه ذوي الهمم وأسرهم الذين تجمعوا حول مائدة رمضانية واحدة، والهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وهو ما تعمل عليه الدولة بقوة وتشاركها منظمات المجتمع المدني. من حديقة العاشر من رمضان بمدينة نصر، محمود العزالي، التلفزيون المصري. ختام هذه النشرة، وفي تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية أخرى من التلفزيون المصري. نعم خالد، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. إلى اللقاء، في أمان الله.